تحيات الوطن، تحيا جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، ما هي علاقة روسيا بسلاح إيران النووي؟ هل روسيا هي اللي وراء سلاح إيران النووي إذا كانت تمتلك سلاحا؟ أو بمعنى أدق، هل روسيا تقف وراء تطور البرنامج النووي الإيراني؟ مجلة ذا هيل الأمريكية الأسبوعية الشهيرة عملت مقال مهم بعنوان روسيا ساعدت إيران في صنع قنبلة نووية. إنما هذا العنوان الصادم، إن روسيا اللي ساعدت إيران على صناعة قنبلة نووية، بقى عنوان متردد في مجلات وصحف ومواقع أمريكية وغربية كثيرة. الروس بيعتبروا إن دي حملة على روسيا، وإن هي من أجل شيطنة روسيا، وإنهم طلعوا من موضوع الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى الأسلحة النووية في إيران، إن روسيا تقف وراء هذه الأسلحة هنا وهذه الأسلحة هناك. إنما روسيا بتنفي أنها وراء تطوير البرنامج النووي الإيراني. لكن عنوان هذه المجلة ذا هيل، اللي هو روسيا ساعدت إيران في صنع قنبلة نووية، خلينا نفكر في الموضوع، كيف تطور البرنامج النووي الإيراني. مركز دراسات روسي درس الموضوع وقال إنه فيه نقاط تبرز محطات تطور البرنامج النووي الإيراني. نمرة واحد، إن إيران تجسست وسرقت تكنولوجيا نووية، فببساطة السرقة والتجسس كان مصدر رئيسي وركيزة أساسية في تطوير البرنامج النووي الإيراني. نمرة اتنين، إن إيران دعت علماء أجانب إن هم ييجوا إلى إيران ياخدوا المرتبات اللي هم عايزينها علشان يضعوا البنية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، لأن البنية الأساسية النووية صعبة جدا، فهم استعانوا بعلماء دعوهم للإقامة في إيران، مرتبات كبيرة جدا، حماية وضمانات، في سبيل إن هم ينشئوا ويؤسسوا البنية الأساسية النووية في إيران. نمرة ثلاثة، إنه تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تدشين محطة بوشهر النووية. إذا بنتكلم على وسائل مختلفة، آدي محطة نووية في بوشهر، الوكالة الدولية عارفاها وعندها معلومات عنها وبتراقبها، بياخدوا من هذه المحطة خبرات نووية، فإنهم يعملوا أجيال من العلماء والخبراء النوويين الإيرانيين. في سرقة تكنولوجيا، في تجسس، في علماء جابوهم وخدوا فلوس كتيرة عشان يعملوا البنية الأساسية النووية في إيران. في محطة بيطلع منها خبراء ومهندسين وعلماء وفنيين على مستوى عالي. أيضا يضاف إلى ذلك نمرة أربعة، إنه الخبراء بقى دول اللي هم سرقوا تكنولوجيا نووية أو خدوا نتاج تجسس نووي، أو لو عندهم بنية أساسية اتعلموا أثناء بناء البنية الأساسية النووية، أو اشتغلوا في مفاعل بوشهر بقى في طبقة نووية إيرانية قوية، دول قدروا يصلوا إلى تخصيب اليورانيوم. لكن هذا المركز، مركز الروسي ده، بيقول إنه ما قدروش الإيرانيين يخصبوا اليورانيوم إلى درجة إن يمكن صناعة قنبلة نووية. يعني عندهم مفاعلات، نعم، يقدروا يخصبوا اليورانيوم، نعم، إلى درجة إنتاج قنبلة نووية، إجابة مراكز دراسات روسية لا. النقطة الأخيرة والأهم، ما هو دور روسيا في هذا الموضوع؟ هل زي مجلة ذا هيل ما قالت إنه الروس هم اللي وراء القنبلة النووية الإيرانية أو الطريق إلى القنبلة النووية الإيرانية؟ الإجابة إن روسيا فعلا لها دور، إنما مش كدولة. أيام الاتحاد السوفيتي ولما انهار الاتحاد السوفيتي، علماء الذرة وعلماء الفيزياء النووية والخبراء في مجمعات نووية سوفيتية خرجوا، البلد انهارت، الاتحاد السوفيتي انتهى، في ناس بقى من كازاخستان، من أوزبكستان، من أوكرانيا، من روسيا نفسها، كل هؤلاء العلماء لقوا نفسهم فجأة مرتباتهم لا شيء وحمايتهم لا شيء، بقوش مطلوبين في ظل دولة انهارت تماما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وعصر الرئيس الروسي بوريس يلسن.
فالعلماء دول بدأوا بعضهم يشتغل في مهن عادية، وبعضهم قدر يسافر ويشوف أي دول محتاجة هؤلاء العلماء برواتب كويسة. الإيرانيين أخذوا كتير من هؤلاء العلماء برواتب ممتازة. بعض الخبراء بيقولوا إن هؤلاء العلماء اللي خرجوا من الاتحاد السوفيتي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وكانوا عاطلين نوويين بيدوروا على شغل، هم من كبار الخبراء في العالم، جاء بعضهم إلى مصر وعرض على مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك إن مصر تعمل برنامج نووي عسكري وتنتج قنابل نووية أو سلاح نووي، وإن هم هيشتغلوا في هذا الموضوع زي العلماء الألمان أيام الرئيس عبد الناصر. إلا إنه الرئيس مبارك رفض، البعض بيقول إنه خوفا من أمريكا، البعض بيقول لأ هو خوفا بعد انفجار مفاعل تشيرنوبل، وبالتالي قلق من عنصر الأمان النووي، وإن ممكن هؤلاء العلماء ما يضمنوش درجة عالية من الأمان النووي لا سيما مع الضغوط والرقابة الأمريكية. في كل الأحوال البعض كان بيتكلم مثل الدكتور محمد غنيم إن في دول أخذت الشور الروسي وفي دول أخذت العلم الروسي، وإنه انهيار الاتحاد السوفيتي كان فرصة كبيرة جدا لدول كتيرة إنها تنهض، وكتير من نهضة دول حول العالم كان بسبب العلماء السوفيت، علماء اقتصاد، علماء بنوك، علماء سياسة، علماء طاقة نووية، علماء بنية أساسية، علماء صناعة سيارات أو صناعات ثقيلة، علماء في مجالات مختلفة بقوا بطالة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تلقفتهم دول عندها برامج تنمية حقيقية وبرامج نهضة حقيقية. للأسف العالم العربي فاتوا هؤلاء العلماء تحت وطأة استقدام الشور الروسي بدلا من العلم الروسي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي. إذن العالم يتحدث الآن عن احتمالات دعم روسيا للبرنامج النووي الإيراني، وخبراء يقولون أن روسيا كدولة لم تدعم، ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي وضعف الدولة الروسية وخروج العلماء بحثا عن عمل، هؤلاء العلماء بعضهم ذهب إلى إيران بالفعل وهم اللي وراء تطوير البرنامج النووي الإيراني، لكن مش لوحدهم، كان في عوامل أخرى زي سرقات علمية واستقدام علماء البنية الأساسية وتدريب طبقة نووية إيرانية في مفاعل بوشهر، وأسباب كتيرة جدا ساهمت في مجملها إلى تطوير البرنامج النووي الإيراني. حروب بلا جنود، نهاية عصر الأبطال. قبل كده بنقرأ كتير جدا في التاريخ، كتب، مذكرات، أفلام وثائقية، بنشوف أفلام سينمائية، بنتابع باستمرار بطولات الطيارين في الحروب، فتلاقي الطيار اللي أقلع بطريقة صعبة جدا، أو عدى من تحدي طريقة صعبة جدا، أو هبط بالطيارة على ممر صعب جدا، بطولات رهيبة جدا للطيارين اللي بيقودوا طائرتهم، بطولات للي بيقودوا دبابات وعربات مدرعة، زي قدروا في الميدان كقوات سواء بتحرر أراضي أو بتحتل أراضي أخرى، زي قدروا إن هم يعملوا بطولات عسكرية على الأرض، أو عن الغواصات، قائد الغواصة أو طاقم الغواصة اللي عنده مليون حكاية يحكيها عن بطولات صعبة جدا واجهتها الغواصة وهي تحت الماء أو هي عند سطح الماء وهي قرب العدو أو بعد العدو، عن الناس اللي ماتوا في غواصة أو الناس اللي نجوا من غواصة، قصص كتيرة جدا لطواقم غواصات، طواقم دبابات، قادة طائرات أثناء الحروب والمعارك. في المستقبل ده هيقل كتير جدا، لأنه هتزيد الطيارات بدون طيار، ودبابات بدون قادة لهذه الدبابات، بدون سائقين، بدون مساعدين، بدون أفراد على هذه الدبابات. هنجد غواصات بدون طاقم على هذه الغواصات، يبقى غواصات غير مأهولة، هي غواصة لكن لو تم إغراقها مفيش حد بيموت لأن مفيش حد جواها. والروس والأمريكان والصينيين والألمان طوروا غواصات نووية بتعمل بمحرك نووي تقعد مدة طويلة جدا، والرئيس بوتين اتكلم قريب عن غواصة بمحرك نووي عليها صواريخ نووية تصل لأي مكان، تقعد مدة طويلة جدا تحت المية، لأن أصلا ما فيش طاقم بقى
اللي هو عايز ياخد اجازات او محتاج لحياته الطبيعيه، انما هي اصلا غواصات غير مأهوله بدون بشر. فاصبح طيارات بدون طيارين، ودبابات بدون طواقم دبابات، وغواصات بدون طواقم غواصات، وصواريخ هي اساس الحرب المعاصره، صاروخ بينطلق من مكان الى مكان. كان في صواريخ قصيره المدى، وبعدين الصواريخ متوسطه المدى، وبعدين الصواريخ بعيده المدى، وبعدين الصواريخ بلا مدى اللي اتكلم عنه الرئيس بوتين قريب، ان صواريخ بلا مدى ان هي مش ماشيه في المدار الباليستي المعتاد، وانها ممكن عبر القطب الشمالي الجنوبي اي مكان في الكوكب تقدر تصل هذه الصواريخ. وقبل كده كان الصينيين بيتكلموا عن صواريخ تصل الى 11500 كيلو. اذا بنتكلم على صواريخ تاتي من بعيد، مفيش حد بيقود هذا الصاروخ، انما حد قاعد بيوجهه بلاي ستيشن بالظبط. انما الصين 2018 فاجئتنا بمقطع فيديو بثته وزاره الدفاع الصينيه لقياده لدبابه بدون قياده. دبابه بتمشي لوحدها بالظبط كده، العاب الاتاري الفيديو جيمز، كانك قاعد تلعب بلاي ستيشن. وهنشوف الفيديو بعد شويه ان جندي صيني قاعد يلعب، هو قاعد يوجه هذه الدبابه، والدبابه فهمت تتحرك من مكان الى مكان. فالحروب المستقبليه فيها دبابات بيقودها ناس قاعدين على اجهزه وبيتك بس على زرار يوجه هذه الدبابات، وكذلك صواريخ، وكذلك طائرات، وكذلك غواصات. يبقى اذا في المستقبل معظم الاسلحه هتدار بطريقه تقارب بلاي ستيشن، مهندسين وفنيين وتقنيين قاعدين على شاشات بيضغطوا على هذه الشاشات او على اي زر تنطلق المعارك، فيحرك الدبابه وهو قاعد مكانه، والصاروخ هو قاعد مكانه، والطياره مسيره، هي مش بدون طيار بس الطيار قاعد في مكانه مش على الطياره، والغواصه ناس قاعده في مكانها. فتلاقي بقى معدات عسكريه عملاقه، اسلحه عملاقه، كلها بتحارب لكن ما فيش بشر بيتحاربوا وجها لوجه. يبقى عصر بقى بتاع عنتر ابن شداد، او عصر الفروسيه، او عصر اللي الناس فيها ملاحم عسكريه مباشره، او حتى الحرب العالميه الاولى والثانيه والحروب الحديثه والتي لا تزال حتى الان اللي فيها اشتباك في الدبابات والعربات والطائرات وما الى ذلك، كل ده في المستقبل ممكن نلاقي حروب بلا ابطال، حروب ما فيهاش ناس هتشتبك مباشره، لا هنلاقي بطولات طيارين ولا هنلاقي طواقم دبابات، انما هنلاقي طيارين قاعدين يديروا طائراتهم من القواعد الجويه اللي هم فيها، او دبابات قاعدين بيقودوها من القواعد اللي هم موجودين فيها. ده طبعا مش معناه انهاء عصر الطيران او انهاء عصر الغواصات، انما معناه دخول اسلحه جديده هتربك مشاهد الحروب في المستقبل، والكل بيستعد الى ذلك. نظريه جديده للحرب، البطوله موجوده وبقوه، لكنها ليست فقط المعيار للاداء العسكري، انما العلم هو المعنى الجديد للبطوله، التكنولوجيا المعنى الجديد للبطوله، القدره الهندسيه ودور المهندسين العسكريين ومهندسي الاتصالات مهم جدا في حروب المستقبل. العلم هو الذي سيشكل شكل البطل في المستقبل، او العلم هو البطوله. العالم يتحدث إذن عن حروب بلا جنود، عن غواصات من دون طواقم، وطائرات من دون طيار، وعن دبابات بدون قيادة بشرية. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه، حروب بدون جنود أو نهاية عصر الأبطال، الفيديو الأول الصين تكشف عن دبابة جديدة بدون قيادة بيحركها جندي عن بعد، هتشوفه بيلعب بلاي ستيشن، ده جندي قاعد مع نفسه بيلعب بلاي ستيشن كده وبيحرك الدبابة زي ما هنشوف ازاي بتتحرك، في مشهد مثير جدا للغاية وخلى كتير من الأخبار العسكريين يبدأوا يحللوا ما وصلت إليه الصين في هذا الصدد ومستقبل الحروب في العالم. ده مشهد حقيقي على موقع الجيش الصيني، طبعا كان صادم الكثيرين جدا، شفنا الجندي هو كانه بيلعب بلاي ستيشن
وازاي بيحرك الدبابة بهذه الطريقة. زي ما قلت لحضراتكم، ده مش نهاية عصر السلاح المعاصر، ده معناه ان في اسلحة جديدة هتضاف الى الاسلحة الموجودة. في طائرات بيقودها طيارين ابطال، انما كمان في طيارات من دون طيار. في دبابات بطواقم هيخوضوا معارك أسطورية في حروب المستقبل، إنما في كمان دبابات بدون طواقم. في غواصات فيها بشر هيقوموا بإنجاز معارك بحرية خطيرة في المستقبل، إنما كمان في غواصات غير مأهولة أو مسيرة ذاتيا. مقطع الفيديو الثاني تحريك الدبابات المسيرة ذاتيا عن بعد فيما يشبه حتما ألعاب الفيديو جيمز. طبعا لما بنقول نهاية عصر الأبطال، ده مش معناه نهاية عصر الأبطال فعلا، ده كلام مجازي وطبعا مبالغ فيه، إنما معناه إنه في أسلحة جديدة هتكون موجودة بقوة بدون تسيير بشري مباشر، إنما تسيير بشري غير مباشر. في كل الأحوال لما بنشوف تقدم الأسلحة في العالم وسباق التسلح في العالم وتحديات الأمن القومي، بندرك ليه لابد باستمرار يكون في زيادة في الإنفاق العسكري، ليه باستمرار في زيادة من أجل التسليح ومن أجل التدريب، إزاي إن إحنا نبقى جاهزين في عالم معاصر يتقدم على مدار الثانية. لأول مرة في تاريخ أمريكا مشروع قانون يمنع ترامب من لقاء بوتين على انفراد. في أمريكا مشروع قانون جديد غريب جدا غير مسبوق، الهدف منه إن الرئيس ترامب ما يقعدش على انفراد مع الرئيس بوتين، وإن لابد يكون في أطراف أخرى مشاركة في أي اجتماع بينهما. يعني ما فيش اجتماع ثنائي فقط، لابد باستمرار يكون موجود آخرين، وزير الخارجية، رئيس المخابرات، آخرين، لكن ما فيش قمة ثنائية منفردة. من بعد قمة هلسنكي في حالة من الغضب في أمريكا، لأن الرئيس ترامب قعد مع الرئيس بوتين مدة طويلة، محدش يعرف إيه اللي دار بينهم إلا المترجمة فقط، مترجمة أمريكية هي التالتة اللي موجودة في هذا اللقاء، وما كانش في أي طرف على اطلاع. وفي كلام إن الكونجرس ما يعرفش ولا خارجية أبعاد ما جرى بالظبط، والأوروبيين الإنجليز والفرنسوي والألمان قالوا إحنا مش عارفين هو بيتفق على ايه، مع ان بعض الاتفاقات تهمنا زي مستقبل حلف الناتو وسباق التسلح في العالم. انما الموضوع انتقل من النقد في الصحف، ماذا قال الرئيس ترامب لبوتين وماذا قال الرئيس بوتين لترامب وما هي الاسرار بين الرجلين اللذين يحكمان العالم، ايه اللي دار في هذا اللقاء، لا سيما ان الكرملين قال إنه للرئاسة الروسية إن هذا اللقاء عمل مصالح جيدة لصالح روسيا. فمشروع قانون تقدم به نائب عضو مجلس النواب الأمريكي، هو من رموز الحزب الديمقراطي، اتقدم بمشروع قانون. المشروع ده يمنع الرئيس الأمريكي إن يقابل الرئيس الروسي في أي لقاء منفرد. وقال طالما إن الكرملين قال إن قمة هلسنكي كانت لصالحه، وإن رئيس ترامب لا استشار مستشاريه ولا استشار المخابرات ولا استشار الكونجرس، يبقى بعد كده ما يقعدش لوحده مع الرئيس بوتين، وإنه يمنع بموجب قانون جديد. طبعا هذا القانون في جدل حواليه، ولسه مشروع قانون، بس اللي هو مشي وتوافق عليه يبقى سابقة خطيرة جدا. هنا بقى سؤال دستوري، هل يجوز أصلا يطلع مشروع قانون يمنع رئيس الدولة إن يقعد مع رئيس دولة أخرى ولو لقاء ثنائي بدون أطراف أخرى؟ هل في الدستور ما يسمح بذلك؟ الحقيقة إن الإجابة لا، الدستور الأمريكي يسمح للرئيس الأمريكي بأي لقاء مع أي زعيم أو أي شخصية في العالم. المادة الثانية من الدستور الأمريكي، الرئيس هو القائد الأعلى للبلاد وهو صاحب السياسة الخارجية، هو صانع السياسة الخارجية، هو محدد السياسة الخارجية، هو اللي يقرر السياسة الخارجية لأمريكا. وزارة الخارجية أداة تنفيذ، مؤسسة تنفيذية لما يرسمه الرئيس، إنما رسم السياسة الخارجية الرئيس، تنفيذ السياسة الخارجية الوزارة، وزارة الخارجية.
إذا دي سلطات دستورية للرئيس ترامب، إن من حقه إن هو يلتقي بالرئيس بوتين وإن ما يحضرش أحد هذه اللقاءات. خبراء قانون دستوري أمريكان اتكلموا لصحف ومواقع مختلفة وقالوا إن الرئيس ترامب لو تفاوض مع الكونجرس كده هيبقى غلطان في هذا التفاوض، إن الصح إن ما يتفاوضش لأن الدستور بيؤكد الفصل بين السلطات، ودي سلطة تنفيذية وبالتالي لا يجوز للتشريعية إنها تتغول على التنفيذية وتطالب إنها تكون من سلطاتها. حتى لو مشروع القانون أقر والكونجرس طلع قانون يمنع الرئيس ترامب من لقاء الرئيس بوتين في لقاءات منفردة، في هذه الحالة يجب ألا يطبق الرئيس ترامب القانون وأن يلجأ إلى المحكمة العليا اللي أكيد هتحكم بالفصل بين السلطات، وإن مش من حق الكونجرس أن يصدر هذا القانون. في كل الأحوال تبين لنا إلى أين وصل الصراع وإلى أي نقطة ساخنة وصلت المعارك السياسية بين الحزب الديمقراطي وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.